قول لي سي احمد كيفاش القضيه ديال البقره اللي مشيتي تبيعوا في سعيد؟ ويا سيدي مشينا نبيعوا عليك البقره واحد النهار ديناها للسوق ومشينا دخلنا مع شي جوج ونص ولا ثلاثه ديال بكرين بكرين دايرين نبيعوا ونشروا جاونا البيع وشفايا هذه ضاره هذه ما ضاراش انا موسى انا عيسى بلادي بلادي واحد شويه طلع النهار جاو هذوك جاو واحد ثلاثه ناس جيت انا وراها شديت ليها من تابعها بعنا وشرينا قال لي واش ضاره ولا ما ضاراش قلت لهم والله الا عاد دار اربعه وهذا هو الخامس والله سيدي لعدت اربعه وهذا هو الخامس هذا هو الخامس وما كذبتيش عليهم زعما ولا لا غنكذب عليهم ورانيت كاين اربعه رجلين والتابع هو الخامس لا ما كذبتيش ما كذبتيش عليهم لا لا صدق وعد وليتي بعديا ولا وانا عدت اربعه سيدي وهذا هو الخامس عندي راك فيك المعقوله ودي سي شويه قول لي سي عبد الحق كيفاش القضيه ديال ديك النعله هذاك سيدي واحد الدكالي جابوا لي من بلادو واحد الناقه داره زين ايوا بقى عاس عليها قالوا لي رد ليها البال حتى تولد دارت ليام ولدت دارت ليام ولدت باللي ولدت هذاك التلاد هو يموت اصقع هذا الراجل سيبان واطو زي جا ولادو قالوا لي ما درك قال لي ما وليدي راه ولدت ومات الله يرحمه وشوف هاد الناقه راه قداش اش غادي تشرو لها شي واحد تشرو لها شي بكر شي بكر نديرو رومو عليها زي قال لي با عرفتي اش غادير الوقت غازه وقت غازه ما صابيش والتمريض ها الدرا غادي ترضعو انت باش تصح باش تصح لينا راه يبيك لك الحليب ديال الليل حنا قلنا غادي تولد وترضع ودير وتحلم منها وتشرب باش الساعه ملي جاب الله مات اللهم عطف عليها ترى وما تولى هتا زين الدكالي صافي راه من الناقه غادي يرضعها زين الناقه ولفتو زين الدكالي صح ها ولا صح من دار غادي صح كان ينوض على الفجر عادي يطرق هي اللي ولا هي تيصلي الفجر زين ارضع عادي هذيك الصباحيه بغى يعاود يرضع وسط النهار ويجي عندو بنت ولدو قالت لي بابا بابا جدي كان يلعب بيك قالت لي خليني نرضع شويه قال لها صفيتوها البكار بغيت صفوها لبوكم سيري بحالك هادشي ما يسمعش فيك خلي جدك يتنفع رحمة سيدي ربي رحمة سيدي ربي اللهم لك الحمد السي عبد الحق نعم كيفاش القضية ديال هذاك السيد اللي داير الحلقة وقال لهم أنا مسحوط إيدي ما تلاقى معيدو أنا سيدي واحد السيد داير الحلقة زين وتجمعوا عليه الناس إوا سيدي طاح يقرا عليهم آية من القرآن تاعت البر بالوالدين إحسان بالوالدين الله بوالديكم بوالديكم وراك الوالد تسعى قدام الله هو بالوالدين إحسانا والمسخوط تبان فيه لا ما راه هنا قال لي اللي هو مسخوط يخرج يبسع منه يبسع منه يعطينا شبرتي ساع ايدي ما تلاقى معيده ايدي ما تشوفش ايده هو واحد خاينه ويقول لي هكا كشري هاك مد ليه مد قال لي بسم الله زين حل يدي وتبان لي واحد 2000 2000 جديده جديده بقى الدبح بقى الدبح اش قال لي؟ قال لي شو قال لي دير معنا واحد دعوه حنا راه درنا مصابين مع الوالدين قال لي اش كاين؟ قال لي راه واحد النوبه فلطت بالوالد وانا نعطيه طرشتو على وجهه طرشتو على وجهه زين قال لي راه مسموح ليك راه كاينين بعد الوالدين تا هما كيتقادوها بالعصا ولكن انت انت ماشي من دوك المساخين الكبار انت دايز عاودتيني بشي وحده اخرى عاودتيني بوحلة فيه اخرى واحد لا فيه اخرى انا معاك راه يدي تلاقى معايا تلاقى معايا داك انا غندوق فيك اللي تلاقى معايا كفر هذا اللي طرح ويلي راه صنع لي لا يجي بدون حساب هادي معاهم لي وانا غادي تلفتو غادي يلقطها هنا يلقطها هنا ما تعرفوش هذا عبد الحق انت احنا خاوفينه